نعم، شروط الوضوء 10. الأول الإسلام وضد هذا الكفر. اسلم الناتك على يكهدك. الثاني العقل ضد هذا الجنون. عمرك لما قلتك على يوهدك. والثالث التمييز يعني التفريق بين الأشياء، فالصغير الذي لا يميز وضوء باطل، وإذا كان يميز يفرق بين الأشياء وضوء صحيح. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم، استسحاب النية إلى أن تتم الطهارة، يعني لا يمكن أنه في وسط الوضوء يقطع النية يقول لا أريد أن أكمل هذا الوضوء. نعم، استسحاب النية مالت لا وضوء لا صلاة وضوء يدرك، يعني الوضوء استمت الرشا ودرس لا صلاة وضوء بتقتل من النبت هم علي يما قوارط نياو يقوارط وهم لنا زوافا حساون لمترالات حساون يدركوا يبلاش استسحاب النية بتاعهم ترغم تأشجر على وضوء. نعم، طهورية الماء وإباحته، يعني لا يتوضأ بماء نجس ولا بماء مغصوب مسروق مثلا. نعم، وهانته وهذا هو بتسرق وهذا وبيادرك أيوان بتسرق وهذا لو توضأ بماء المسروق. لا لا ما أترك السؤال الآن. نعم نعم بعده. نعم، الاستنجاء يعني استعمال الماء أو استعمال الحجارة أو المناديل استجمار إذا كان هذا يا رجل قبل هذا انقطاع موجب الوضوء، انقطاع موجب الوضوء لابد أن ينقطع موجب الوضوء. إذا كان يخرج منه ريح نقول لا تتوضأ حتى ينتهي خروج الريح، كان كرمكم الله يبول نقول لا يمكن تتوضأ حتى ينتهي البول. نعم، انقطاع موجب الوضوء، الأشياء التي هي نواقض الوضوء. نعم، وضوء يمي أخرس نقر أشو مقوارة لفسي الله لشنكي الله يتنبتها وضوء مكتل ينبتها يا سيك وارد. نعم، أو يأكل لحم جزور ويتوضأ نقول لا انتهي من الأكل ثم بعد هذا توضأ. نعم، يجب أن سقع يبدنا وضوء لك لهن انتهوا وضوء عقونا من لو بل تستمتع كثيرا لمن؟ ثم قال وإذا كان لهذا الموجب للوضوء موجب للاستنجاء استعمال الماء أو الحجار والمناديل مثلا لابد من الاستنجاء والاستجمار قبل. مثاله الآن أكرمكم الله بال ما يمكن يتوضأ حتى يطهر المحل، أما خرج منه ريح إذن هنا لا طهارة للمحل، أكل لحم جزوء مباشرة توضأ لا استنجاء ولا استجمار. نعم، استنجاء يصلك شلت الناس قراسي منابك عند عير يعلن قرنا يقمل سقا مبلا تستنجاء أسفلك. نعم، قبله إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، طلاء الجدران أو العجين مثلا أو المرأة تضع على أصابع على أظافرها شيء. نعم، كسرنا تلي وحال مدرس نكلتنا قروش ندمورا يندن هون نقروش يطفر كلموش مو وقد على باشو. نعم، دخول الوقت في من حدث دائم، هذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء والله أعلم. نعم، يكفينا هذا.